الدنيا بطمة تثير الجدل بهذه الصور والرواد يعلقون. شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة انستغرام. أطلت دنيا بطمة بإطلالة عصرية تبرز أناقتها في شهور حملها الأخيرة، حيث ارتدت شورت أسود ونسقت معه تيشورت طويل باللون الجمالي. وانتعلت دنيا بطمة حذاء رياضيا باللون الأبيض يناسب إطلالتها، وارتدت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، كما أنها ارتدت نظارة شمس باللون الأسود. أما من الناحية الجمالية لم تكتفي دنيا بطمة في وضع المكياج، واكتفت بإظهار ملامحها الطبيعية، كما أنها تركت خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة. لكن من خلال نفس الصفحة، أي صفحتها الرسمية على الإنستغرام، نشرت قبل قليل صور جديدة لها أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا وصفحات أخبار المشاهير التي تنتظر أي ظهور جديد لها، حيث ظهرت ببطن منتفخ وبشكل كبير وكأنها في شهرها الأخير، كما علق الكثير من الرواد على انتفاخ المؤخرة بشكل واضح واتهموها بوضع البونج، فيما اكتفى البعض الآخر بالدعاء لها.